مساء الخير للزميل العزيز خالد ياسين وضيوفه الكرام الكابتن طارق دياب والكابتن يوسف شيبو. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا متابعي كرة القدم الأوروبية هنا من واحدة في أهم لقاءات الجولة رقم 22 للدوري الإسباني تحديدا اللقاء قبل الأخير بعدما انطلقت مباريات هذه الجولة في أول أمس. نعم كان انتصار بالخمسة لسوسيداد على حساب ديبورتيفو لا كورونيا وتم إقالة مدرب فريق ديبورتيفو واكتملت المباريات أيضا بعد ذلك نص ملعب كوندوبيا لاعب خط الوسط لاعب فريق الإنتر السابق لاتو يشارك في اللقاء من البداية مع ماكسيموفيتش في الأمين انطلاقة تاني كراسكو نشيط جدا من البدايه لكن شوف 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 التمركز والثقه مدرب فريق اتلتيكو مدريد المدرب الارجنتيني انطلاقه على طول الهدوء والثقه من جودو موهوب يا ولد الله 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 ولكن تسلل على لوكاس هرنانديز اللاعب الفرنسي 21 سنه اللاعب الشاب مهاجمين في العالم ادي العرضيه تاني سريعه وقويه ولكن تمركز دفاعي من كوك حول الى ساول منه الى كوكي لاعب الارتكاز تصويبه الى ضربه المرمى التصويبه معناها ايه انه مش قادر يخترق ان في صعوبه ان لاعبي فالنسيا واقفين صح بعدد كتير وانطلق واخترق وعدى ومر وفات يا ترى هنقول شاط نعم شاط وفاز في مباراه واحده فقط كانت على روما 2-0 هنا تحضير تصويب يبحث عن ضربه جزاء لكن مفيش من جديد كوكي يا سلام على كوكي عدى ومر وفات جريزمان جريزمان اللعبه الاخيره جايه له سريعه شوطه اكتر منها تمريره لكن لو اتعملت ابطا من كده هتتقطع يتقدم جايا وبالعرض زازا ولكن الى ضربه المرمى الايطالي زازا 26 سنه دلوقتي هذا المهاجم الايطالي سيموني زازا طلع من الارض عمل تيك اوف عظيم ثم تصويب من مسافات يا سلام ساول بيبحث عن اول جول ولكن نيتو الحارس البرازيلي 12 سنه ادي الضربه الركنيه العاليه فوق سكند بول في حراسه لمنطقه في الجبهه اليمين وادي العرضيه خطيره جدا جريزمان تاني ولكن راحت دفاع فالنسيا يتصدى وبشكل جيد نعم فاول اللعبة الأخيرة حكم اللقاء يقول العب ما فيش حاجة الجمهور زعلان كبيرة أمام البرشا في الكاس أدي الضربة الحرة فوق نيتو حارس المرمى وفاول لصالح فالنسيا بدأ القلق والتوتر دييجو كوستا بصوا الضربات الركنية محدش واقف في المرمى يا جماعة أدي ضربة الرأس يا سلام بصوا شوف خيمينيز اللي لسه بقول لحضراتكم انه مميز في ضربات الراس ولكن ايه حارس المرمى ده؟ ايه يا نيتو ده؟ رد فين الايطالي كامورانيزي يفكرني شويه تحضير تاني والتصويب ولكن على طول الى ضربه المرمى من ساول لاعب خط الوسط لاعب فايوكانو ايضا السابق 4 سنوات محاوله تاني من جديد عاليه فوق ضربه الراس زازا فينك يا زازا من زمان يصوب ولكن الى ضربه المرمى من الايطالي زازا وايطاليا ديجو سيميوني مش قد تصبح خطر تحت حبات المطر تصويبه لكن فين يا رجل الى كوندوبيا احد نجوم الشوط الاول يا سلام اول اختراق من العمق بهذا الشكل بهذا الرتم السريع لكن حارس المرمى اوبلاك الحارس السلوفيني الكبير واحد من افضل الحراس في العالم فيها اضطراري طبعا ادي الكره العرضيه على طول ولكن تصويبه الى ضربه المرمى سلامات اصابه مؤلمه جدا للاعب كره القدم مش في رجليه لوكاس العرضية من تاني عالية فوق جريزمان وضربة الرأس ولكن نيتو حارس المرمى مش بينما كان خرج اتلتيكو مدريد من اشبيليه في بطولة الجيش بين الخطوط خوان فران بخبرته ممكن يعمل الكثير تصويبة ولكن الى ضربة المرمى صحيح سرعته قلت صحيح قوته قلت لكن كرته وثقته في نفسه وخبراته في اللي جاي لوحده هو في العمل الجماعي ممتاز انطلاقة من جديد كوريا الله 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 أرجنتينيا
أتلتيكو مدريد، التصويب هو الحل. لا مجال للكرات العرضية، لا مجال للكرات الرأسية، لا مجال للمراوغات، فقط الحيمة كبيرة جدا. العرضية من جديد، يا سلام كان هيعملها جريزمان تاني من جديد. أوه لكن فاول 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 فاول، ضغط وشراسة غير عادية. رغم خروج أحد زملائهم مصاب، وقع له سنة ولا سنتين أو درسين مثلا، لكن محدش خاف، محدش تراجع، لاعبين شجعان، وادي التلاحم مع هادي على طول. جريزمان ما لعبش على المرمى خالص، انطلاقة من جديد، تاني على طول ديجو كوستا، ولكن أوفسايد، أوفسايد على ديجو كوستا. احترم تحضير تاني من جديد خوان فران، والعرضية الجميلة والخبرة، الخبرة العالية اللي عنده، ولكن باوليستا على طول. أرماندو اللاعب البرازيلي ينقذ الموقف. لعب خط الوسط، الركنية سريعة وعالية فوق، ضربة الرأس على طول والتصويبة، ولكن شوف الضغط والانفعال. تحضير هذه المرة، كورية تاني، هتعملها تاني ولا ايه؟ هتعملها تاني ولا ايه؟ حطها عالية مرة، ولكن هذه المرة حارس المرمى نيتو يتصدى. على طول باريخو تصطدم في الحائط، عالية فوق، نزلت على الارض ازاي؟ زازا بيحاول تاني على طول، تصويبه من رودريجو، ولكن تطلع بره على طول الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى. بص بص بص، بقول لحضراتكم، هو عارف ان في وقت في الماتش بيبقى وقت محتاج فيه الجمهور.